هناك أحداث جرت بالتاريخ، هذه الأحداث نقدر نعبر عنها تاريخ قدسي. يعني شنو تاريخ قدسي؟ يعني يتصل بتاريخ النبي وتاريخ الحجج الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، والزهراء أم الحجج وحجة الحجج. هذا التاريخ صار في ظلامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والظلامة صارخة، زووا من بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله فدكا من فاطمة، فدك والعوالي سلبت من فاطمة. أول قرار تتخذ الدولة بعد مضي النبي صلى الله عليه وآله زين هو أخذ فدك من الزهراء، ومعه مباشرة قرار موضوع الإمامة والخلافة زين. فالزهراء عليه السلام لما طلعت هي التي تصدت، هي التي خطبت، هي التي قالت. ليش الزهراء تقدمت وليس أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا موضوع مستقل يأتينا إن شاء الله في الليالي القادمة زين. الزهراء عليه السلام لما تصدت، تصدت لموضوع فدك وحقها. اجت قالت بأن فدك نحلة نحلنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الموضوع ليس فقط الشيعة يروون فصوله، حتى أهل السنة لما أنزل الله سبحانه مكون نفهم إحنا هالقضايا حتى نحمل قضية الزهراء عليه السلام. لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله يقول له وآت ذا القربى حقه. سأل يا رب من القربى الذين آتيهم حقهم؟ قال له فاطمة. تعالي يا فاطمة، الله سبحانه وتعالى يريد يكافئك يعطيك. خديجة عليها السلام أفنت كل أموالها في سبيل الدعوة، صحيح؟ لم تبقي شيئا، والآن الله رب الوفاء يريد يعطي فدكا. إش كثر هذه فدك لها قيمة إذن مقابل ما أعطت خديجة زين. وخديجة عليها السلام ليس لها وارث إلا فاطمة، فأعطاها رسول الله هذه النحلة زين. أول ما قبض رسول الله سلبت من فاطمة فدك، فراحت تطالب الشهود، راحت تطالب هؤلاء بسلبها فدك. لما سلبوها فدك زين شنو عندها أدلة الزهراء عليها السلام؟ عندها دليلين مهمين. الدليل الأول، الدليل الأول أنها في يدها زين. يقولون اليد إمارة على الملك. يعني شنو إمارة على الملك؟ الآن أنت جنابك عندك بيت أو عندك سيارة أو عندك هذه السبحة بإيدك زين. لما يجيك طرف يقول لك هذا مو بيتك مو سيارتك مو سبحتك، فأنت شو تقول له؟ تقول له لا، هذه في يدي أنا مالكها، هاي ملابسي في يدي، اليد حجة، اليد إمارة على الملك. الزهراء عليها السلام كانت فدك في يدها من أيام النبي، وكان عندها جابي يعني عامل يشتغل بيها ويجيب لها الأموال في كل سنة. ابن أبي الحديد يقول غلتها في كل سنة شيء ضخم جدا. فهذه واحد قالوا له لا ما نقبلها، هذه كون ترجع إلى المسلمين
ليش؟ لحديث رووه هم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. زين، هذا الحكي هذا هم يبي له كلام طويل يعني. زين، القضية أن النبي لو قال هذا الكلام قصد أن شأن الأنبياء أنه يورثون العلم مو الأموال، ولكن مو قصد أنهم لا يورثون. زين، هذا في القسم الثاني إذا جينا تكلمنا عن كونه ميراث. يعني الآن إذا يموت تاجر من التجار المعروفين، أنت رأساً تقول إش قد خلف أولاد، إش قد ورثوا. أما إذا مات عالم معروف من العلماء تقول إش قد خلف، لو شنو كتبه وشنو، إش قد خلى مؤلفات، إش قد خلى بحوث إلى آخره. شأن الأنبياء هذا أنهم لا يورثون درهما لكن ورثوا. زين، الزهراء عندها دليل آخر، قدمت شهود. من الشهود؟ شوف شلون شهود قدمت الزهراء. قدمت عليا أمير المؤمنين فرفضوه، رفضوا أمير المؤمنين عليه السلام. ليش رفضوا؟ قالوا أما علي فإنه يجر النار إلى قرصه. يعني هذا جاي يشهد لنفسه. زين، عندها الحسن والحسين، قالوا لا، الحسن والحسين هذول صبيين صغيرين، صبيان صغيران. عجيب، رسول الله قبل منهم البيعة، هذول سيدا شباب أهل الجنة، هذول آية التطهير. أي قانون ودين يرفض شهادة أمير المؤمنين ويرفض شهادة منو؟ الحسن والحسين. شلون كلام هذا؟ شلون حكي؟ زين، عندي أم أيمن، قالوا هذه امرأة لا نجيز شهادتها. زين، رسول الله شهد لها بكونها من أهل الجنة، ما نقبلها. زين، اجت فاطمة عليه السلام احتجت احتجاجا طويلا، لا نطيل الكلام لأن الكلام يجي في خطبة الزهراء عليه السلام، على كون الأنبياء ورثوا. وورث سليمان داود، وجابت البراهين على أن الميراث عام، سواء هذا اللي مات نبي أم غير نبي. تقول لهم أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابن عمي علي بن أبي طالب عليه السلام؟ يعني أنتم تفهمون القرآن خصوص عموم أفضل من علي أمير المؤمنين عليه السلام أم أنا؟ شوف، هذا أكثر جملة قالتها الزهراء عليه السلام يندى لها الجبين وتسكب لها العبرات، هذه أم هل أنا وأبي من أهل ملتين لا يتوارثان؟ هذه يعني أنا ما أتجرأ بمحضر السيد الشهداء عليه السلام وأشرحها، جدا قاسية، جدا قاسية. من أهل ملتين لا يتوارثان. إذن هذه قضية. قد واحد يقول لي هني، يقول لي شيخنا الزهراء عليه السلام ليش حكت بفدك، تكلمت عن النحلة وتكلمت عن الإرث وتكلمت عن الخمس ولم تتكلم عن الإمامة؟ زين، ابن أبي الحديد ينقل هذا المقطع الطويل عن أستاذه، يقول اختصارا، يقول هم يعلمون جيدا. شوف، افتح ذهنك، افتح ذهنك حتى تفهم القضايا كيف هي. يقول هم يعلمون جيدا أن الزهراء عليها السلام لو صدقت في موضوع فدك
هناك شيء بعد فدك. وإلا أي عاقل شي يقول؟ العاقل اللي مو ملتفت يقول هي قطعة أرض وفدك، ايش دعوة نسوي فيها مشكلة الآن 1400 سنة؟ انطوها للزهرة عليه السلام وسدوا الباب. لا، القضية مو فدك. لو صدقت فاطمة عليها السلام في أمر فدك لجاءت باليوم الثاني وطالبت بالخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لهذا هم ايش سووا؟ سدوا الباب من البداية، ما قلت شيء أبدا حتى أسقط ما في يدها. أسقط ما في يدها. إذن هي قضية تاريخية وتأريخ مقدس. يعني اليوم بعض المخالفين شي يقول اللي يخالفون هالقضايا ويخالفون التشيع، يقول لك ايش دعوة هذه إثارة الأضغان، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إلى آخره. ما في داعي. احنا أيها الأحبة، الغرض من طرح هاي القضية مو إثارة الأضغان ولا دعوة إلى الشقاق والخلاف، لا، قضية تاريخية كون تفهم كما هي، ظلامة كون تثبت عند المؤلف والمخالف. زين، إذن القضية أو المحور الثاني أن الزهراء عليها السلام قضية تاريخية يجب أن يكون لنا موقف منها، لأن الزهراء عليها السلام ليست شخصية عادية، مثل ما قدمنا بالمحور المعرفي أن الزهراء عليها السلام، الزهراء محور للدين، تحتل المركز في المنظومة الدينية.